التحديث الثاني بالسيزون 3 شابتر 2 نزل معنا بالرقم 13.30. المتوقع كانت تنزل فيه السيارات ولكن مع الاسف ما نزلت. انا هلا لحلك امتى رح تنزل، وانا قلت انه السيارات غير متوقع تنزل يوم 21 وهذا الشيء غير مؤكد. فانا هلا لحلك امتى رح تنزل ان شاء الله السيارات وبعض الاشياء اللي تسربت بهذا التحديث، اللي هي عن اماكن جديده مشفره وعن بعض الرقصات ورقصه تيك توك الجديده وبعض السكنات الجديده وبعض الناس حصلوا بعض الستايلات وهديه عيد ميلاد فورتنايت للسنه الثالثه وحزمه الصيف وكثير اشياء رح احكي لك عنها بهذا الفيديو. فلو انت اول مره عندك شايف الفيديو على القناه يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس، حط لك توك كومنت حلو وكون الدعم بالايتم شوب نيمو 9. فعلا مع بعض نشوف هذا الفيديو. فعلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة للتحديث يا شباب 13.30 نزل معنا حاليا على جميع المنصات من شي ساعتين او ثلاثة. رح احكي لك بالنسبة للاحجام، بالنسبة للاحجام مثل العادة البلاي ستيشن اللي هي مو اول وحدة هلا حاليا، ثاني وحدة تقريبا 3 جيجا حجم التحديث تبعها، وبالنسبة للاكس بوكس 2.80 جيجا، وبالنسبة لاجهزة التليفونات اللي هي 1 جيجا، وبالنسبة للنينتندو اكبر شي معنا بالنسبة لهذا التحديث 5.4 جيجا، وبالنسبة للبي سي اللي هو اقل تحديث او متوسط التحديث 1.7 جيجا بايت. هذا هو بالنسبة للاحجام الخاصة بالتحديث 13.30. وخلينا هلا مع بعض نفوت على اول شغلة انا بحب احكيها بالنسبة للتسريبات وهيك اشياء، بعض الستايلات الجديدة اللي بعض الناس حصلتها. في 3 سكنات اخذوا ستايلات جديدة بملفات اللعبة مثل مظهر امامك، هذول هن الثلاثة اللي حصلوها، سكن اللاما وسكن الحزمة اللي هو باللون الاسود موجود داخل ملفات اللعبة. انا ما بعرف لو انتم حصلتوه ولا لا، بس هذا الشيء موجود داخل ملفات اللعبة. وفي السكن الثالث اللي هو هذا الرفيق اسمه النايت لايف تقريبا، هذول 3 سكنات اخذوا ستايل جديد يا شباب. والشيء الثاني بدنا نحكي عليه هلا بعد الستايلات هدول، بدنا نحكي عن حزمه جديده عم تنزل معنا في فورتنايت. شركه فورتنايت عم تنزل معنا حزمات كتير، نزلت معنا الدبل ايجنت اللي هن العملاء المزدوجين اللي كانت حقها 2500 في بوكس. هلا رح ينزل معنا حزمه جديده اللي هي باسم حزمه الصيف، مثل مظاهر امامك الحزمه الصراحه سكنين حلوين، بس السكن اللي بالوسط ليش انت اجيت؟ انت شو شغلتك يا هالموزه؟ يعني والله العظيم الموضوع جدا غريب والستايل مو حلو ابدا والسكن مو حلو ابدا. هذا الموزه شركه فورتنايت معتمده سكن الموزه وسكن السمكه اكثر شيء عندها بملفات اللعبه، ما في غير عم تنزل لهم ستايلات وتنزل لهم سكنات، عم يكبوها كب بالنسبه لهيك سكنات. هاي هي الحزمه الصيفيه الجديده القادمه معنا، مو معروف قديش حقها، بس متوقع يكون حقها يا في بوكس يا اما يكون حقها 15 دولار او 20 دولار، يعني مثل الحزمات تبع الشادو والدار. هيك بالنسبه للحزمه الصيف اللي قادمه معنا. وبالنسبه لكل شيء اضاف بالنسبه لسكنات وباك بلينج وبيكاكس ظاهرين امام هون بالصورة، هون كل شيء سكنات ظهروا معنا باللعبة، وهون كل شيء بيكاكس ظهر معنا باللعبة وباك بلينج والقصص هي والرقصات. طبعا الرقصات تم اضافتها بشكل عشوائي، تم اضافة تقريبا شيء 3 أو 4. انا هلا حتركك مع مقطع صغير ورجيك الرقصات كلها اللي تمت اضافتها باللعبة. مثل ما شفتوا هذول هن الرقصات اللي تمت اضافتهم باللعبه، وفي تم اضافه رقصه خاصه اللي هي رقصه تيك توك. هاي الرقصه انا ما بقدر ابدا اشغل عليها الاغاني، لو حابب تفوت تسمع وتشوف شو هي الغنيه فوت على صفحه البث المباشر نيمو 3 او على الفيسبوك بتلاقيها هنيك محطوطه هون، لانه في كوبي رايت وحقوق نشر. هاي الرقصه موجوده على تيك توك يا شباب، كان عليها تحدي الناس بتعمله، نزلت معنا في فورتنايت مثل الرقصه الماضيه اللي نزلت 500 في بوكس. هاي المتوقع حقها من 500 في بوكس ل 800 في بوكس، رح تنزل معنا مثل الرقصات تيك توك القادم. وبالنسبة للحزمات اللي حكينا عليها، هلا اللي احنا بدنا نحكي بالنسبة للحزمات، في حزمتين جداد قادمين معنا للعبة، الحزمة الأولى اللي ظهر أمامك باسم كلاسيك، والحزمة الثانية اللي هي باسم آيس مدري شو، ما لنا مهم بالأسماء، في هدول الحزمتين تمت إضافتهم معنا باللعبة، شركة فورتنايت صارت عم تعمل حزمات كتير هالفترة، هلا هدول الحزمات بيكونوا عبارة عن 3 باك بلينك أو 3 ظهريات وبيكون معهم بيكاكس، هذه الحزمة الأولى الكلاسيك، وهي الحزمة الثانية اللي ظهر أمامك، هدول بالنسبة للحزمتين اللي تمت إضافتهم
ثقافتهم. وخلينا هلا نحكي بالنسبه لسكان بنت الجالكسي. سكان بنت الجالكسي مثل مظهر امامكم، هدول هن جميع اشياء تم تسريبها من داخل ملفات اللعبه بشكل مؤكد. سكان الجالكسي اللي ما بيعرفوا انه هذا بياخذوه مجانا للناس لو الناس شاركت البطوله، موجود تحت الرابط بالديسكربشن او بتلاقي طلع لك فوق على اليمين او على الشمال اشاره استفهام، فوت شوف شلون بتشارك بالبطوله، انا شرحت عنها امبارح لو حابب تحصل هدول الاشياء مجانا. هيك بالنسبه لنا لسكان الجالكسي بشكل رسمي، معه بيكاكس ومعه جلايدر وباك بلينك وسكن البنت مثل مظهر امامك. هيك بنكون حكينا عن السكنات اللي تمت اضافتها. وبالنسبه للرقصات، الرقصات ما في شيء كتير انا حكيت عنها، وسكنات حكينا عنها، وهذا لون السكن الخاص بجالكسي يلي اللي حيكون على الاسلحه او لون الاسلحه بشكل عام والطياره. هيك بنكون حكينا عن كل شيء بالنسبه للسكنات والرقصات اللي تمت اضافتها. حاليا بدنا نحكي عن شيء جديد اللي هو تمت اضافته بملفات اللعبه. تمت اضافه ملفات باللعبه، شيء جديد بيشبه اشكال الهرم او ابو الهول او شيء يعني حضاره فرعونيه. مثل مظهر امامك تم اضافه هدول 3 صور عنا باللعبه او 3 مجسمات باللعبه تنفك تشفيره، ومثل مظهر امامك واحده بشكل هرم، واحده بشكل ابو الهول، واحده بشكل هيك حضاره مصريه. هلا هدول هن اللي تم اضافتهم معنا بالنسبه للحضاره المصريه، بس شو شغلتهم مو معروف لحد الان. ممكن يكونوا خاصين بمهمه السكرت اللي هي الصغيره اللي انت بتروح بتعملها الخاصه بهدول الطحالب او الاشياء الصغيره بتساعدهم، ممكن يكونوا اماكن جديده لحد الان مو معروفين. بس انا بالنسبه لي اللي بتوقع انه ممكن يكونوا بالنسبه للتحدي المخفي اللي هن الخاصين بالجيلاتين اللي بتروح بتساعدهم، انه يكونوا هن عم يبنوا يعمروا او يبنوا هذا الشيء، لانه هدول مجسمات صغيره بالنسبه لاحجامها بملفات اللعبه، فمو معقول انه ممكن تكون مكان جديد. انا هيك بتوقع بالنسبه لي. اما بالنسبه للشيء الجديد تمت اضافته كمان بالنسبه للاماكن، تمت اضافه مركبه جديده اللي هي مركبه فضائيه مثل مظهر امامك بالصور، هي تمت اضافتها معنا بملفات اللعبه. والشيء الغريب انه تم اضافه شيء ثاني معها او بنفس الاسم او المقارب لنفس الاسم اللي هن السكين الفضائي اللي ظاهر امامك. هذا السكين الفضائي يا شباب نزل معنا تقريبا بنفس اسم هاي المنطقة او مقارب لملفات هاي المنطقة. هلا هاي المركبة اللي تمت اضافتها رح نقول عليها منطقة، لحنا انه هاي رح تنزل باللعبة او رح نشوفها داخل اللعبة يعني. بالنسبة لهي وبالنسبة لهذا السكن يا شباب، هدول الاثنين متوقع يكونوا بمنطقة جديدة، وهدول الفضائيين عبارة عن يكونوا عن هانشمن او حراس تابع الامين بالنسبة لهي المنطقة الجديدة. انه تم اضافة معنا ملفات اللعبة اصوات خاصة بمنطقة جديدة يلي هي تقريبا منطقة فيها رح يكون فضائيين او رح يكون فيها هانش من فضائيين، يعني مهم متعلقه بالفضائيين بالاسم بداخل ملفات اللعبه. فالمتوقع نشوف هذا الشيء او هاي المركبه موجوده معنا بداخل اللعبه، وكمان يكون مع هانش من كمان، ويكون مع الاصوات هدول، لانه هدول كلياتهم مربوطين بنفس الاسم، اللي ممكن نشوف منطقه جديده وممكن نشوف مع هانش من واصوات جديده قادمة معنا للعبة. اما بالنسبة للسكنات انا هلا رح اتركك مع مقطع صغير وورجيك كمان السكنات اللي تمت اضافتها باللعبة.
والشي الاخير اللي بدي اختم فيه انا هذا المقطع انه ما في اي تسريبات زيادة بهذا التحديث. كان متوقع نشوف مدينة اتلانتس، كان متوقع نشوف اشياء جديدة بالنسبة لفورتنايت. اما بالنسبة لعيد ميلاد فورتنايت، هاي هي الهدية يا شباب بالنسبة لعيد ميلاد فورتنايت اللي شفناها نحن بملفات اللعبة، اللي هي عبارة عن كيك ثالث سنة باللون الاورنج وباللون الاخضر. هذا هو بالنسبة لاضافة عيد ميلاد فورتنايت. كنا متوقعين شيء جديد، تم إضافة سكين كمان لفورتنايت تبع عيد الميلاد بشخصية من شخصيات سيف ذا وورد، يعني مو معنا بالباتل رويال، الشخصية اللي هي الضخمة اللي ظاهرة أمامك بالصورة، هدول الشيء اللي نحن ما بدل على إنه قادم معنا سكين للباتل رويال مع الأسف، اللي هي عبارة عن هذا الشيء اللي ظاهرة أمامك، بس الشيء الغريب إنه ما تم إضافة تحديات أو تسريب تحديات حالياً بالنسبة لعيد ميلاد فورتنايت، فلحد الآن مو معروف هل هن المشفرين أو خافين بشكل نهائي السكين أو الهدايا الخاصة بعيد ميلاد فورتنايت. لحد الآن مو معروف، مو مفتوح غير أمامنا هاي الشنطة أو الباك بلينك. وهيك هلا بكون شرحنا لكم كل شيء بالنسبة للتسريبات للتحديث 13.30. وبدي أحكي لكم شغلة جديدة، إنه تم إصلاح الويربول أو الدوامات الخاصة باللي بعنا بالجيم، تم إصلاحها بشكل نهائي وهلا هي حاليا معنا شغالة باللعبة وما في أي شيء حاليا بده إصلاح أو جلتشات يعني. وبالنسبة للإيميل الأخير اللي إجانا لحنا كصناع محتوى، هذا الإيميل يا شباب بتضمن عدة أشياء، أهمها السيارات. السيارات ما حتنضاف معنا حاليا غير ليوم الخميس اللي هو شرح تحديات الأسبوع السادس، متوقع تنزل معنا السيارات. يعني هلا هي إحنا اليوم 21، يعني يوم 23 إن شاء الله متوقع تنزل معنا السيارات، لأنه هيك بتقول بعض التسريبات وبعض الناس توقعت هذا الشيء. لحد الآن السيارات توقع، ما في شيء أكيد يا شباب، السيارات عم يشلونا لحتى ينزلونا اياها. هيك احنا بنكون شرحنا كل شيء بالنسبة للتسريبات، وهذا الإيميل اللي قلتلكم عليه تبع صناع المحتوى، ما في أي شيء. وفي أطوار جديدة قادمة معنا اللي هي أطوار مثل أطوار الصيف الماضية اللي كانت معنا من أسبوع عم تتبدل، حاليا معنا في أمواج جديدة أو أطوار جديدة عفوا قادمة معنا للعبة، فبدنا نستنى نشوف شو هن الأطوار. وأول ما يتم فك تشفير أي طور أنا رح نزل فيديو عن تسلسل الأطوار وتسلسل المود بشكل عام. فأتمنى يكون عجبك هذا الفيديو واستفدت. كنت دعم بالآتم شوب ديمو 9 وبرعاية الله.